ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله؟ ما قرأته من شيء كثيرا في بحور طيبة، ولكن ما قرأته كله. ويقول بعض الناس ان في بعض الاخطاء من الكتاب، وبعض الاخطاء يقرأوه ان في بعض الاخطاء، وهذا قل ان يسلم كتاب، كل كتاب غير كتاب الله جل وعلا قل ان يسلم من بعض الانتقادات وبعض الاخطاء، ولكن مثل غيره يؤخذ ما فيه من الطيب والفائده الطيبه، وما اخطا فيه يترك خطا.